الناس تركز معايا. الجزء اللي هنتكلم فيه ده يعني مهم جدا، وفضل الناس تبقى عارفاه كويس. هو مختص شويه بالدي ام ال قبل ما اخش في السلكت، يعني هاخد عنه نبذه بسيطه جدا كده، بس هو مفيد جدا جدا جدا. الا وهو موضوع مهم جدا اسمه ترانزاكشن. اسمه ايه؟ الترانزاكشن. ايه هي الترانزاكشن؟ الترانزاكشن ببساطه ممكن نقول عليها مثلا جلسه، سيشن. خلاص انا قاعد فاتح سيشن عنوان الجهاز، فالسيشن دي انا لسه مش اوكي فيها 100%، او لسه عايز اغير بيانات، او ارجع في قراري، او مش عارف ايه. فالسيشن دي بتديني بعض الاوامر ان انا اقدر اتحرك اطلع، يعني اقول مثلا ايه مثلا ولا نخش كده نشوف مثال توضيحي قبل ما نبدا نجرب مثال بشكل مباشر. طيب انا بص معايا على الموضوع ده، خلاص نفهم الاول السيناريو بتاع القصه قبل ما نبدا ناخد اكزامبلز. زي ما اتفقنا سيشن، انا قاعد في سيشن معينه. اول ما اجي ببدا سيشن بدي الجهاز امر بقول له بيجن تران، اختصار كلمه ترانزاكشن. والترانزاكشن تختلف عن البروسيس. البروسيس عباره عن عمليه امر، لكن الترانزاكشن مجموعه من البروسيس. خلاص كده مجموعه من البروسيس، يعني عندنا مش عمليه واحده، اكتر من عمليه بنسميهم ايه؟ ترانزاكشن. خلاص كده. فالترانزاكشن مختصه بعمليات. فانا بقول ايه؟ بيجن تران، واسميها اي اسم. ممكن اسمي اكتر من ترانزاكشن باكتر من اسم، ماشي. وليكن انا جيت في اول حته كده قمت قلت الحته اللي جايه دي سميتها سيف تران بوينت اندرسكور 1، سميتها كده، احفظ النقطه رقم 1، سميتها كده. قمت بعديها قمت عامل جمله كرييت، ماشي. وبعد كده قمت قايل ايه؟ سيف تران بوينت 2، قمت عامل جمله انسيرت. وبعد كده سيف تران بوينت 3، قمت عامل جمله ابديت. وبعد كده سيف تران بوينت 4، قمت عامل جمله انسيرت. بعد كده سيف تران بوينت 5، انت عامل جمله ديليت. خلاص. هنا بقى في الحته الاخيره دي ممكن نستخدم اكتر من حاجه، في اوامر كتير ممكن نستخدمها. المهم احنا عملنا كذا عمليه، وكل عمليه كنت بسمي اسم في حته معينه، عملت زي فلاج. خلاص كده بقى بعلم الحته دي الحته دي سماها سيد، الحته دي سماها محمد، الحته دي عمال اسمي ايه؟ اجزاء. ايه الميزه؟ عندي عمليات مهمة جدا، عملية أساسية اسمها رول باك. خلاص؟ فلو جيت قلت رول باك تران بوينت 5، رول باك تران، أنا شغلته بتاع رول باك. رول باك يعني إيه؟ تراجع. رول باك يعني إيه؟ تراجع. في الترانزاكشن لغاية الحتة أنا سميتها بوينت 4 بوينت 5، فلا يحصل إن هو هيرجع لغاية الجزء اللي أنت سميته إيه؟ بوينت 5. لما يرجع لغايه البوينت 5 ايه العمليات اللي كانت ما بينه وما بين البوينت 5؟ الديليت. هي كانت عمليه مين؟ عمليه ديليت. فتصبح عمليه الديليت بتاعتك اكنك ما عملتش ديليت. يعني لو انا عملت مثلا ديليت لخمس سجلات، الاقي الخمس سجلات رجعوا كما هما. خلاص؟ بعد ما حذفتهم؟ اه بعد ما حذفتهم. عند 10 سجلات حذفت منهم خمسه وقلت له كده رول باك تران لغايه بوينت 5، فرجع عن جمله الديليت فرجعوا ال 10 كما هم. خلاص كده؟ طب لو جيت قلت رول باك تران بوينت 3 هيرجع لغايه بوينت ايه؟ 3. يعني من الاخر يترجع عن كل العمليات وهيبقى بس الكريت والانسيرت. اما الديليت راحت والانسيرت راحت والابديت راحت، ما بقاش عنده الكريت والانسيرت اللي متبقى عليه. فهمت اللقطه دي؟ خلاص؟ طيب لما اقول له رول باك تران بوينت 1 يعني تراجع لغايه بوينت 1، بوينت 1 دي معناها ان انت في الايه؟ في الاول خالص قبل الكريت، حتى الكريت يرجع فيه. يبقى كده ما عملتش حاجه. كده ما عملتش ايه؟ حاجه. وصلت كده؟ وصلت الفكره؟ طيب وفي عندي امرين كمان بستخدمهم مع الترانزاكشن. الا وهما كوميت ترانزاكشن ورول باك وورك. خلاص كده؟ لما اجي اقول له كوميت ران، لما اقول له كوميت ران معناه ايه؟ سيف العمل، وقفل السيشن، الموضوع انتهى. مفيش بقى تراجع تاني بعد كده، خلاص وقتها ينفع تقول بقى رول باك ولا مش رول باك ولا تراجع اللي انا عملته. خلاص قلت له لو كوميت، يعني اكنك نقدر نعوض عن كلمه كوميت بكلمه حفظ نهائي. نقدر نعوض عن كلمه كوميت بكلمه ايه؟ حفظ نهائي. خلاص؟ ورول باك ورك دي معناها ايه؟ تراجع عن كل الشغل بتاع الترانزكشن دي. انا اسف. ما بتعملش اي حاجه من اللي انا عكيتها دي خالص. ايه؟ اه. رول باك ورك. خلاص كده؟ ترجع عن كل الشغل اللي اتعمل. وخلاص ارجع عنه وخلاص على كده انتهى، مش هعمل انتهى القضيه، انتهت القضيه على كده.
عشان نجرب الفكره البسيطه دي رغم ان هي مهمه جدا. لا مفيش خلاص انتهى، خد يا الامر خلاص، دي تعتبر اند ترانزاكشن. انت عملت بيجن تران اكنك دي اند تران تران خلاص بقى انا نهيت، يعني اقفل الشغل كله. انا خد بالك الرول باك اللي كانت هنا الاول كنت بقول رول باك تران وكنت بحدد البوينت اللي يرجع لها خلاص، فممكن يكون في بعض البوينت لسه بلعب فيها ما خلصت الشغل معاها، لكن دي انتهى الامر، الموضوع انتهى خلاص، الشغل اتقفل. طيب عشان نتست اكزامبل زي كده، وليكن كان عندنا احنا داتابيز اسمها تيست دي بي وعندنا تيست تيست ومش عارف ايه وكلام من ده، ماشي. وليكن احنا هنجرب على اي واحده من اللي عندنا، هقول له مثلا افتح لي نيو كويري، وجيت قلت له بيجن تران وسميتها مثلا ماي تران اندرسكور 1 ترانزاكشن 1 خلاص كده. حد زعلان؟ حدش بيرد عليا، يبقى حد زعلان ومحدش فاهم حاجه. سيف وخلاص. قبل ما ابدا هعمل الحته اللي جايه دي هسيبها باسم، خد بالك التسميه قبل العمل، التسميه قبل الايه؟ قبل العمل. فسميتها سيف تران واديها اسم، وليكن سميتها بوينت اندرسكور 1، سميتها بوينت اندرسكور ايه؟ 1. وبعد سيف تران بوينت 1 قمت قال له ايه؟ هعمل كريت لي تيبل. خد بالك احنا جوه تيست دي بي، احنا جوه مين؟ تيست دي بي. فقلت له بص انا عايزك تكريت تيبل هتسميه تي 1 تيبل 1 خلاص كده. جواه كام كولوم؟ قلت له جواه كول واحد بس، كول 1 ونوعه اتش ار، ونوعه ايه؟ اتش ار خلاص كده. واخدين بالكم معايا ولا ايه؟ ايه ما طبعا ما حددتش، يبقى هو خانه واحده في الكاركتر، طبعا ما حددتش يبقى خانه واحده خلاص كده. هو ماي تران اللي هو اسم ترانزاكشن كله وكل نوع مش كده؟ ايه ماي تران دي اللي هي كل دي اسم ترانزاكشن بالكامل بجميع النقط، يعني هو بجميع النقط هيشتغل عليها إيه؟ خلاص. لكن سيف بوينت بقى دي نقطه يمكن التراجع عنها، تمام، هي دي القضيه بس. خلاص اما ترانزاكشن دي خلاص اولها ودي اخرها. كرييت تيبل سميته تي 1 حطيت فيه كول 1 وكاركتر بس على خانه واحده خلاص. وعشان اتاكد بس ان الامر ده اشتغل هعمل برنت، هطبع كده برنت يعني اطبع لي واكتب اي مسج تطلع مثلا تيبل سكسسفول، تيبل كريت سكسسفولي دي برنتد هتطبع كده ايه كرساله ماشي. طيب ماشي خلصت، يبقى كل اللي موجود في بوينت 1 كريت لي تيبل ورساله. بس انا عايز اسيب اعمل عمليه ثانيه، بس هسيبها كترانزاكشن في نقطه بوينت يعني في نيو بوينت سميتها بوينت اندرسكور 2 خلاص. يبقى اللي جاي ده هيتخزن مع بوينت 2. ماشي معايا الناس ولا ايه؟ تمام خلاص. انا جيت قلت هنا سيف ترانزاكشن بوينت 1، عملت عمليه وعملت الثانيه، عملت ال 20 كل دول تحت بوينت 1. ممكن بعد كده اقول له ارجع لغايه بوينت 1، فلما ارجع لغايه بوينت 1 السهم جاي لغايه هنا، يبقى كل اللي تحت دوت ايه؟ اتلغى. فهمت الفكره؟ خلاص. طيب سيف تران بوينت 2، وبعد بوينت 2 قلت له مثلا بقول لك ايه؟ دروب التيبل اللي اسمه تي 1 ده، احذف لي التيبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه تي 1 وبرنت لي عشان اتاكد بس ان الدنيا تمام. يا ريت برنت مثلا تيبل تي 1 دروب ات، اتحذف وخلاص على كده، قول الجدول ده اتحذف خلاص كده. فيها مشكله؟ خلاص. لو انا قلت له ارجع لغايه لغايه بوينت 2 هيمسح دي ودي، لكن دول موجودين لسه، لو ما رجعش لغايه فوق ورجع لغايه كلمه سيف ايه؟ سيف لغايه تران بوينت 2 وقف ما كملش فوق الايه؟ البوينت 2 صح كده؟ يبقى لو تراجع هيتراجع في الدروب بس، يعني الجدول بعد ما اتعمل واتحذف اقول له لا معلش انا اسف ما تحذفوش، فيرجع في الجدول ثاني، الجدول يتواجد، الجدول ايه؟ يتواجد ثاني. فهمنا اللقطه ديت؟ هنجرب دلوقتي مثال، احنا دلوقتي بنحاول نكتب الاوامر وهنشوف المثال بتاعنا يعمل ايه. طيب كلام جميل. تعال ناخد رول باك كده عشان الناس تبقى صاحيه معايا، رول باك تراجع. ونشوف الناس كده هتفهم، الناس تبدا تاخد بالها بقى تفهم كده مش تفهم. تقول تراجع لغايه بوينت 2، حد يقول لي هيعمل ايه بقى؟ يعني يقول لك بقى الجدول كده يبقى موجود ولا مش موجود؟ اخر كلام. موجود. الجدول هيبقى موجود لانه هيبقى اما تقول رول باك لغايه تران 2 هيرجع كده لغايه ما يخبط هنا. يبقى كل دول
مش موجودين، يبقى تبقت مين؟ الكرييت بس. تبقت مين؟ الكرييت بس. خلاص كده؟ طيب وصلت. طب لو قلت كوميت تران يبقى قضي الامر، خلاص كده يبقى الامر بالنسبه لنا ايه؟ انتهى. طب لو حبيت بعد كوميت ران اتراجع عن حاجه، هطلع لي ايرور طبعا، هطلع لي ايرور واقول لي السيشن انتهت، السيشن اللي انت كنت فاتحها اتقفلت، فما ينفعش انك ايه؟ انك تستمر. قلت له ده ماشي، اكزكيوت، طلع لي التيبل كرييتد سكسسفلي، وطلع لي التيبل دروبت عادي، وبعد كده عمل رول باك، رول باك وظبط نفسه. فالمفروض احنا عارفين ان رول باك هترجع لغايه لما الجدول يبقى موجود. قلت له طب رجعني تاني الاوبجكت اكسبلورر، تعالى على الداتابيز واعمل ريفريش، افتح تيست دي بي تيبلز، تي 1 موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولم يتم التراجع عنه. خلاص كده؟ طبعا لو حبينا نعمل امر دلوقتي وقلنا له رول باك ترانز على بوينت 1 صح؟ هيقول لي ايه؟ بيقول لي الرول باك اللي انت عاملها دي خلاص ما بقاش ليها كورسبوندنج بيجن ترانزاكشن، ما بقاش فيه حاجه مرتبطه بيها بيجن وهي تشتغل عليها، ما بقاش فيه خلاص. الثانيه اتقفلت. الترانزاكشن الثانيه ايه؟ اتقفلت. مفهومه كده ولا ايه؟ محدش بيرد عليا؟ يبقى مفهوم. خلاص هنعتبر ان السكوت علامه الرضا وكده. ليه قلتها قبل ما ابدا في السلكت؟ لان هي مش مرتبطه بالسلكت خالص، لان السلكت يعني نو تشينج في الداتابيس، مفيش اي تغيير في الداتابيس. فما فيش اصلا عمليات بتتم على الداتابيس، ده انت مجرد استعلامات او استرجاعات من قاعده بيانات موجوده من غير ما انت ايه تغير اي بيانات في الداتابيس. عشان كده احنا حبينا نقول بقى الحته دي قبل ما نخش في السلكت، لان السلكت ملهاش دعوه بالتغييرات اللي بتتم على قاعده البيانات، ملهاش دعوه بالتغييرات اللي بتتم على مين؟ على قاعده البيانات. بسرعه جدا يعني اهم حاجه في الترانزاكشن خلاص واهميتها، ان لما يكون انت بتست حاجه وشغال على داتابيز واقعيه وعايز تجرب حاجه معينه، فيبقى عندك مشكله بتجرب ومش عايز تجرب وخايف على البيانات، فاهم انت الفكره؟ تبقى دايما ودي بتبقى موجوده كتير، انا عايز اجرب بس خايف، هجرب حاجه يا نهار ابيض، لا 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 ده بص ده عمل ده زودتهم، انا كنت عايز ازود بس الناس اللي هم في قسم 10%، بص النتيجه طلعت عامله ازاي؟ يا نهار ابيض، لا ارجع ارجع ارجع. انت فاهم انت الفكره ازاي؟ فانت مش عايز تجرب على البيانات وفي نفس الوقت مش عايز تبقى بشكل نهائي. انا بعمل جمله مثلا بحدث حاجه وقلت خلي الناس اللي هنا مثلا، انا عايز اخلي الناس هم قسم 10 عشان دول ناس شاطرين شويه، اديناهم 10% زياده الشهر دوت، وباقي الاقسام واخدين 2 من 100 بس. فانا جربت الجمله بس مش متاكد بالجمله مثلا، فجت تضرب معايا ما طلعتش النتائج زي ما انا شايف، او لقيت ان مرتبات عاليه قوي قلت 10% كتير كتير خليهم 5 مثلا ايا كان. فده معناه ايه؟ ان انا عايز اجرب الجمله وتشتغل على البيانات واشوف البيانات، بس عايز يبقى عندي امكانيه ان انا ارجع في كلامي، انا لسه بجرب. خلاص دي حاجه. خلاص السؤال بتاعك انت ايه؟ امتى اعمل كوميت بقى؟ انت بتتكلم على ان انا ممكن اقفل الجهاز واروح بكره باجي اعمل كوميت ولا حاجه؟ عايز اعرف يعني خلاص عندي باك كبير جدا هتست عليه زي ما انت بتقول كده. امتى تكتب كوميت وانت لا لسه ما تعرفهاش؟ ما هو الكوميت دي يعني خلاص لفت دلوقتي المقطع كله على بعضه. وفي الاخر كان كوميت برضه عملته كله على بعضه. كده انا مش هعمل كوميت دلوقتي؟ انت عايز مثلا، انت عايز ان انت مثلا تعمل حاجه زي كده، يعني هقول لك انا يعني دلوقتي اهو عملت بيجن ترانزاكشن ماشي، اسمعني بقى اسمعني اتقل، جيت اهو بوينت واحد قمت عامل ايه؟ دروب. هو موجود اصلا، احنا متاكدين ان هو ايه؟ محدش بيرد عليا، متاكدين ان هو ايه؟ موجود ماشي، قمت عامل اكزكيوت، قال لي التيبل دروبت صح كده؟ انا همسح الكود اهو خالص ماشي، وتعالى نروح للايه؟ العم تيبل اللي يا عم اكسباندنج دنيا مش سهل حاجه الا طبعا هو معلق طبعا، لان انت لسه فاتح ترانزاكشن، هو مش عايز يوريك الدنيا فيها ايه دلوقتي، ان هو مسح وما مسحش، واخد بالك انت؟ هو مسح وما مسحش، بس على المهم انت دلوقتي شغال خلاص كده. لو جيت قلت هات سيلكت استرسك، هات كله فروم تي 1، يعني هات كل حاجه من جدول التي 1 وعملت اكزكيوت، قال لك الاوبجكت اسمه تي 1 مش موجود اصلا. حتى قال لي انفاليد اوبجكت نيم، الاسم ده غلط. قلت له طب ماشي، على العموم انا عايز اعمل رول باك، شوف الاوامر مش لازم تتكتب على بعضها، انا بس عشان بشرح كتبتهم على بعض، رول باك تران وسميتها بوينت اندرسكور 1
صح كده؟ واكزكيوت قال لي كوماند كومبليت سكسسفول. قلت له حلو، سيلكت لي كله فروم تي 1 اكزكيوت يا عمي. قال لي كل 1 مفيش بيانات. اه بس جاب الكول الجدول فين؟ طب ماشي بجرب، عمال اشتغل خلاص تمام كده. قمت قايل له مثلا في الاخر كومي، او قلت له رول باك قمت قايل له ايه ترانزاكشن. خلاص كده خلاص كده. طب رول باك تو بوينت مثلا بوينت اندر سكور 1 هيقول لك اه رول باك تران بوينت 1 اكسكيوت. قال لي مفيش اصلا ترانزاكشن، خلاص عملت رول باك للورك كله. صح كده وصلت الفكره. كنا قفلت كده، انا قفلت بقى الايه السيشن او الترانزاكشن زي ما احنا بنقول. يبقى الموضوع انت مالكش حق انك تعرف ترجع. نيجي بقى للايه للسؤال التاني خلاص. اه اللي هو يعيش يا شافول يموت احنا الكل خلاص. وده حقيقي، ده مفهوم مهم جدا. قلنا ايه هو المفهوم دوت؟ ان انا يبقى عندي مجموعه من الجمل، مجموعه من الجمل وتتنفذ مره واحده، لو حصل اي خطا فيهم لا ارجع فيهم كلهم خلاص. هل الترانزاكشن بتقوم بهذا العمل؟ يس خلاص. اللي هو تكزكيوت از يونت، تستخدم تتنفذ كوحده واحده، كوحده العمل كله، كل الشغل بتاعك ممكن تقدر تتحكم فيه ان هو يتنفذ حته واحده، يعني يتنفذ ارجع فيه كله يتنفذ كده. ده مسموح في الترانزاكشن، ده مسموح مش في الترانزاكشن بس، مش ده بس خلاص كده. ده مسموح في الترانزاكشن بس مش ده ايه بس، ده كده اكنه باتش فايل، يعني ترمي كله يعني ما ترميش كله خلاص. الترانزاكشن بتعمل كده لكن مش بس بتعمل كده خلاص، لان هي عندها امكانيه ان ممكن تتراجع عن جزء وجزء لا، وعندها امكانيه ان هي تتراجع عن العمل كله كوحده واحده او تنفذه كله كايه كوحده واحده. ده صحيح خلاص كده. خش بقى على موضوع يمكن مختلف شويه عن اللي انا كنت ماشي بالسياقه، الا وهو السيلكت. تصنف تبع الدي ام ال، لكن هي مش دي ام ال قوي يعني ليه؟ عشان هي ما بتعملش مانيبيليشن في الاساس، ما بتعملش عمليه ايه، عمليه معالجات ما بتعملش خلاص، هي بتريف الداتا بس. طيب على العموم احنا كنا اتكلمنا على الدي ام ال، وكنا دلوقتي على الانسيرت خلاص والابديت والديليت، وهنبدا في الايه في السلكت. بس قبل ما ابدا في السلكت اقول ان احنا برضو اتكلمنا على ترانزاكشن، واتكلمنا فيها في الاساس على مواضيع معينه. سيف بوينت احنا بنسميها سيف بوينت، يعني حفظ النقطه او باي مثال نسميها بوينت، سميها زي ما انت عايز. و رول باك، واتكلمنا على كومنت خلاص. تعالى بقى مين ست سيلكت دي، لان فيها تفصيل كتير خلاص. اول حاجه نتكلم على البيزك ستيتمنت. ماشي انا بحب اقسم عشان لو الخريطه دي بقت في دماغك هتريح نفسك كتير قوي خلاص. ايه انا بكتبه اهو مش مشكله يعني، هو جت على ده. عن الجمله الاساسيه دي هتناولها من كذا، يعني من اتجاهات. ازاي ارجع ريتريف اول فيلدز، ازاي ارجع كل الحقول، دي حاجه. سبيسيفيك فيلدز، ازاي ارجع حقول معينه مش كله خلاص. ازاي استخدم اكسبريشنز، ازاي استخدم الاكسبريشنز والبريسيدنس اللي هي اولويات تنفيذها، مين بيتعمل قبل ايه ومين قبل مين عشان ابقى فاهم خلاص كده. وركينج ويز نال، ازاي نتعامل مع القيمه نال. و using alias، ازاي نستخدم الالياس. و merging الداتا، ازاي نعرف ندمج بيانات خلاص.
eliminating repeating. eliminate يعني ننفض وrepeating يعني التكرار. زي يعني نلغي التكرار. الغاء التكرار. ايه عجبتكم eliminating يعني نفر؟ لا ما في ترجمه دلوقتي ترجمه يعني في تحديث في في الالقاء. هي دي الترجمه اللي بتسمع. كجمله اساسيه خلاص. طب احنا عايزين نشتغل على قاعده بيانات عشان نبقى جمله جزء السيلكت كله المفروض نشتغل على قاعده بيانات مليانه بيانات كده عشان تبقى ايه النتائج تبقى واضحه ونقارن النتائج هنا جت هنا ليه كده هنا فاهمين. فلازم يكون في داتابيز اساسيه في قواعد بيانات كتير جدا جاهزه فيها بيانات كتيره ومحترمه عشان تقدر الناس تست ومش عارف ايه وكلام من ده. انا كنت عايز اعمل لكم الداتابيز بتاعتنا احنا بس الوقت طار خلاص. فمعلش ممكن نجيب داتابيز من الداتابيز المشهوره جدا زي قاعده بيانات اسمها نورث ويند. دي قاعده بيانات مشهوره جدا وبايظه جدا بس مش مهم. المهم فيها بيانات خلاص. انا بعترض عليها ايه عندنا كلنا خلاص. بقول له اتاتش كليك يمين كده. خد بالك بقى انا عندي داتابيز معموله على جهاز تاني وانا عايز اجيبها خدت بالك. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول له انا عايز اتاتش فايل يعني عايز اجيب داتابيز موجوده في مكان عايز يعني احطها جوه السيرفر ده فاهمين الفكره؟ خلاص. بس يكون الملف بتاعك اللي معاك يكون ملف يكون ملف بتاع دوت يكون ملف الاساسي اللي هو الام دي اف وملف اللوج برضه ال دي اف لوج فايل والايه والام دي فايل. على العموم الملفين دول ممكن اكون جايبهم من اي حته يعني انا زي دول كده يعني بص تيست وتيست وتيست تيست تيست دوت قاعده بيانات. اما كريتناها كريت تيست تيست دوت ام دي اف وتيست تيست اندرسكور لوج ال دي اف دول كده الاثنين مع بعض هم دول الداتابيز. دول الملفين اللي فيهم الايه الداتابيز لان السيرفر شغاله بالفكر الفايل. دكتور عدم وجود اللوج ده يعني مشكله؟ اه طبعا اصل انا نزلتها بس من غير اللوج ممكن تعمل معاك مشكله خلاص. المهم قلت له اتاتش كده ورحت ادور على داتابيز اسمها نورث ويند. اكيد كلكم عندكم على السي جيبوها كده اه خلاص. فانا قايل اد واخش. وطبعا دي قاعده بيانات مشهوره دي اللي عاملاها مايكروسوفت عشان الناس تجرب بدل ما تاخد وقت عشان تدخل بيانات عشان تعرف تجرب جمله مش مشكله. اوكي خلاص ادي جاب لي ملف الداتا وملف اللوج قلت له اوكي ضرب الفسحه جرس ضرب مش عارف. طيب ايه يا عمي في مسج هنا طلع لنا دكتور هو مش عارف ايه 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 والباص مش عارف ماله وايبل تو تو خلاص ممكن ننقلها ونحطها في الباص ايوه اللي احنا فهم داخل كده على الملف بتاعي ادي نورث ويند دي خلاص. واقول والله هنروح نحطها في المكان الاساسي اللي موجوده فيه كل قواعد البيانات الاساسيه. نعرفه منين؟ هتخش على السي بروجرام فايلز مطرح ما انت سطبت مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر خلاص. شوف بقى اسم السيرفر موجود عندك ايه. انا اسم السيرفر بتاعي كان ايه ام اس اس كيو ال سيرفر ام اس اس كيو ال جوه داتا هتلاقي دي ايه ملفات قواعد البيانات اللي عملتها كلها. قمت اعمل بيست نورث ويند خلاص عشان الباص يبقى في نفس المكان اللي اتحط فيه قواعد البيانات اللي عندي. وارجع اتاتش تاني من اول وجديد كليك يمين واتاتش واد واخش على السي بروجرام فايلز وادور على مايكروسوفت سكول سيرفر كده اس اس كيو ال داتا والاقي عندي نورث وين خلاص كده. اوكي اوكي بقى لله الحمد لله جاب لي ادي نورث وين ده خلاص. قاعده بيانات بسيطه فيها شويه جداول وعلاقات وتمام خلاص. سيب بقى التليفون خليك معايا وهتلاقي فيها بيانات كتيرة ممكن نتست زي ما احنا عايزين عليها. دكتور وانا ازاي افتح كويري بيج كنت فاتحها قبل كده ومسيبها؟ هي اصلا بالنسبه لك موجوده مش موجوده؟ لا هي موجوده. انا كنت فاتحها وبس بكتب عليها وسيبتها. فايل اوبن فايل فايل اوبن فايل خلاص. المهم خد بالك بقى معايا بقى. تعال ناخد اول جمله عايزين ريتريف اول فيلدز او اول كولومز ارجع كل الحقول
قلت له او بقى الاول الجمله بتاعتي سيلكت وي استرس استرس دي معناها ايه؟ كل الكولومز او كل الايه كل الفيلدز فروم وبعد فروم اقول له مثلا جدول اسمه كاتيجوريز مثلا. طبعا مش طلع لنا حاجه لان احنا شغالين على داتابيز تيست دي بي. اقول له بس معلش خليك على ايه؟ على نورث ويند هنا صح؟ ليه بس؟ عشان لو هيساعدني في حاجه في كتابه الاسماء الجديده ولا حاجه كده. لو جيت قلت اكسكيوت طلع لي كل الكولومز اللي موجوده في الجدول كاتيجوري اي دي كاتيجوري نيم الديسكريبشن البيكتش اتخزنها بيكتش وطلع لي طبعا اي شخبطيشن في اي حاجه. طيب دي النقطه الاولى سيلكت وبعدها بيجي اسماء الحقول او كلمه استرسك عوضا عن اول اوف اول كولومز فروم وبعد كده اسم التيبل بتاعي. خلاص اسم التيبل بتاعي ده دي كلمه اول فيلدز. طب انا عايز ارجع سبيسيفيك فيلدز عايز ارجع حقول معينه مش كله. يعني مثلا على سبيل المثال في الجدول ده انا مش محتاج غير ان الكاتيجوري نيم والديسكريبشن بس مش عايز كل الباقي ده ولا عايز اي دي ملوش لازمه عندي ولا عايز بيكتشر ولا الكلام ده كله. عايز كاتيجوري نيم وديسكريبشن. اعملها ازاي دي؟ اما جاي قايل سيلكت كاتيجوري نيم كوما وديسكريبشن فروم كاتيجوري. طيب كلمه ديسكريبشن اشمعنى نورت ليه ازرق كده؟ قد تكون الكلمه دي محجوزه في اللغه ذات نفسها او كلمه ديسكريبشن. لو انت عايز تهرب من حكايه مع يعني كلمه كيورد او ريزيرفد وورد ممكن تحط كلمه ديسكريبشن ما بين القوسين المربعين دول. عشان كده ايه كده يفهم الاس كيو سيرفر انت ما تقصدش الكلمه اللي انت كاس كيو سيرفر بتفهمها. انا اقصد دي حاجه انا محددها انا يعني اليوزر هو اللي سبيسيفايز خلاص هو اللي مخصصها او هو اللي محدد دي ساعات بتسلم. عشان لو لقيت الحركه دي ما تبقاش متضايق لو عملنا اكزكيوت لقيت ان النتيجه بتاعتي هو كاتيجوري نيم والديسكريبشن بس بدون اي ايه بدون اي مشاكل. طيب كلام جميل. نيجي بعد كده يوز الاكسبريشنز ازاي نستخدم الاكسبريشنز. خلاص كده قلت له ماشي كلام جميل تعال نشوف هنستخدم ازاي الاكسبريشنز اللي موجوده عندنا. في جدول عندي اسمه الامبلويز الموظفين. لو جينا عملنا سيلكت استرسك فروم امبلويز كده وقمت قال اكزكيوت تلاقي رقم الموظف واسم الموظف واسم الاول واسم الاخير والتايتل بتاعه في حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات مفيش هنا برايس او اي حق يكون رقم يعمل عليه عمليه حسابيه مش موجود. انا بصيت مش سهل. نعم اه فريم فروم بعدها التيبلز طب نبص على البرودكت كده هو مسميهم برودكت نبص بصايه رقم المنتج اسم المنتج سبلاي اي دي كاتيجوري اي دي واليونت برايس سعر الوحده حلو قوي سعر الوحده واليونت ان ستوك يعني عدد الوحدات في المخزن خلاص واليونت ان اوردر كم واحده اتباع كم حته اتباعت عندي خلاص كده. تعالى خلينا في الثلاث حقول دول فيهم عمليات جميله جدا جدا جدا. انا يهمني انا عندي سعر الوحده وكم وحده عندي في المخزن وكم وحده بعتها وكم وحده بعتها. فانا عايز اقول انا مش عايز كل الرغي دوت والكلام ده كله. انا بعمل حاجات بسيطه جدا تقرير بسيط جدا. انا عايز البرودكت نيم اسم المنتج وجنبيه تقول لي عندي بكام منه في المخزن وبعت بكام منه. خدت لكم القضيه؟ انا بعت بكام منه لغايه دلوقتي طلعت بكام ده مثلا تقول لي بعت منه مثلا ب 5000 جنيه. واحد تاني المنتج تقول لي انت بايع منه مثلا ب 30000 جنيه يبقى انا المفروض اهتم ب 30000 جنيه صح؟ صح كده؟ فاعملها ازاي دي؟ دي المفترض ان هي اليونت برايس لو سعر الوحدة يتضرب خلاص في اليونت ان ستوك عدد الوحدة موجودة في المخزن فاعرف انا عندي في المخزن منه بكام. خلاص؟ يبقى مضروبة في اليونت ها
ان ستوك. حلو كده؟ حدش بيرد يبقى حلو جدا. طيب نعم عمليه حسابيه يعني قلت البرودكت نيم لكن ده قلت ايه اليونت برايس ايه مضروب في اليونت ان ستوك مضروب في الايه في اليونت ان ستوك بس كده. كده ده يجيب لي ايه قلنا يجيب لي عندي منه بكام في المخزن عندي منه بكام يبقى جبت اسم المنتج وكام في المخزن بكام فلوس عندي في المخزن منه كوما وبعت عايز اجيب برضو يعني بيكسبني ده ولا ما بيكسبنيش اعرفها ازاي اعرفها ازاي اعرفها ب اليونت برايس تضرب في الايه اليونتس اون اوردر كام وحده اتبعت في اوردرات كام وحده اتبعت في ايه هنبدا بقى في الشغل واخد بالك انت ولا مش معايا هنبدا في الشغل معايا خلاص يبقى ايه اسم المنتج وضربنا الوحده بكام في كام واحده عندي في المخزن يطلع لي بكام دافع في المخزن والوحده مضروبه في اليونت اون اوردر فاعرف بعت منه بقد ايه قمت اعمل اكزكيوت فطلع لي مش عارف ايه دوت وقال لي ده انت عندك من 702 وما ما كسبتش ولا قرش يلا حسبي الله ونعم الوكيل ماشي وده 300 وانت بتكسب فيه 700 ده في منه ب 130 وانت بتكسب فيه 700 و و و و و خلاص والى اخره من البيانات اللي ممكن الواحد ياخد على اساسها قرارات يعني مثلا ده منتج معاك منه ب 280 وانت اصلا كسبان 1200 وشويه فيه وتزود الاستوك بتاعتك شويه مثلا ده منتج تزود فيه الاستوك ده مثلا منتج انت بايع منه ب 870 جنيه او دولار او زي ما يكون وما عندكش منه في المخزن طب ليه؟ فاهم انت؟ فده ممكن يديك قرارات المهم مش دي قضيتنا قال لي يهمني دلوقتي ان انا عندي عمليات حسابيه ممكن تتعمل خلاص ايه هم العمليات الحسابيه الاساسيه؟ هم الاساسيين العاديين جدا اللي هم واعملهم بالترتيب الاولويه عندك الضرب والقسمه دول ايه؟ مالتيبليكيشن والديفيجن الاثنين دول اولويه واحده يعني دول الضرب نفس اولويه الايه؟ القسمه خلاص وبعد كده طبعا الايه؟ الجمع والطرح دول اولويه ثانيه طب لو انا عايز اعكس الاولويات معاك الاقواس يعني بس انت عايز تعمل الجمع الاول يبقى حط الحاجه اللي في الجمع الاول فرق بين اقواس يبقى الجمع يتنفذ الاول بعد كده الضرب والى اخره خلاص كده دي الفكره بتاعت الايه البريسيدنس البسيطه يعني من غير تعقيد خالص طيب كلام جميل اللي بعد كده عايزين ناخد مثال على النال فاليو على النال فاليو ماشي نتعامل ازاي لو في قيمه عندي نال ساعات القيمه نال دي بتعمل لي مشكلة تعمل لي مشكلة في دماغي بس انا هسيب جملة السيلكت دي هرجع لها كمان شوية بس انا عايز امشي بالترتيب اللي احنا قلناه بعد ما خدنا الاكسبريشن وعرفنا البريسيدنس اللي هي او اللي هي الاولويات الضرب والاسم الاول بعد كده الزائد والطرح طب ما فيش بقى عمليات اللي هي بقى صعبة قوي يعني في الداتابيز يعني خلاص عايزين بس ناخد ايه وركينج ويز نل التعامل مع النل قيم النل بتتعامل معاها ازاي؟ تتعامل معاها ازاي؟ لو جينا بصينا قلت select asterisk from وقلنا البرودكت معلم بس عليه عشان ما ينفذليش غير الحته اللي انا معلم عليها بس قلت له run ادي بيانات بتاعتي عشان اغلبيه البيانات اللي هنا رقميه فمفيش عندي حاجات null ولا حاجه customers جميل الريجوناي المنطقه عندي مشكله في الايه في المنطقه هنا صح كده قلت له ماشي لو انا جيت قلت سيلكت الكونتاكت نيم كوما والكمباني نيم خلاص اسم اللي انت بتتواصل معاه واسم الشركه بتاعته وعايز المكان عشان ابقى عارف بس لو هبعت لهم حد ولا حاجه ولا كلام من ده قلت له ريجن المنطقه في انهي منطقه فلما اجي اعمل السلام زي ده هات لي الاسم واسم الشركه والمنطقه وعملت اكزكيوت ففي بعض المناطق جايه لي ايه نل 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 طبعا ده لما بيظهر في التقرير بيبقى شكله اخي خلاص فانا عايز يعني اشوف حل يعني اقول مثلا يعني
ممكن اقول نو ريجون يت مثلا، لغايه دلوقتي ما فيش منطقه معينه خلاص كده، او اخلعها فاضيه، او اعمل اي حاجه المهم اتصرف ما طلعش نال جدا. ففي في في فانكشن مشهوره جدا اسمها از نال، اسمها از ايه از نال. بس خد بالك انا عايز اتعامل معاها بشكل تبقى فاهمه كويس جدا. ما هي لو الريجن موجوده اتس اوكي، انا عايز بقى ما يشتغلش على اللي موجود، انا عايز اشتغل لما تيجي معاك نال اعمل لي كذا خلاص كده. طيب انا عايز اشتغل على اساس ان لو كانت موجوده ده الاكسبريشن از نال، تاخد اكسبريشن وحاجه اسمها ريبليسمنت فاليو. ريبليسمنت يعني ايه؟ القيمه اللي يعني هغيرها بيها، القيمه اللي هغيرها بيها خلاص. ده امتى تغيرها؟ امتى؟ اف ان هي نال، لو كانت هي نال. طب ما كانتش نال ياخد القيمه العاديه. طب واخد كده كومن واقول له مثلا نو ريجن يت وقفلت الكوز كده، يبقى هيجيب الكونتاكت نيم والكمباني نيم، ولو وهيجيب الريجن، ولو ما لقاش ريجن هياخد مين؟ هياخد كلمة نو ريجن يت بدل كلمة بدل اللي هو عامله. طيب قمت عامل اكزكيوت، فعلا طلع لي نو ريجن يت، وهنا في بعض الاجزاء اللي طلع لي فيها ايه المكان، يكتب المكان اللي مش عند مش عارفه يقول نو ريجن يت خلاص كده. نعم ده ده بقى الحته اللي بعد كده اسمها يوزنج الياس. ماشي، ايه بقى يوزنج الياس؟ يعني ايه الياس؟ الياس يعني عنوان بديل. دي حته مشكله، اما اطلع البيانات بالشكل ده بيبقى فيه يعني ايه نو كولوم نيم، يعني ما تنفعش. عايز اكتب حاجه هتبقى واضحه، فعايز اعمل الياس. ففي عندي كذا شكل من اشكال الالياس. اول شكل انك بعد ما تاخد اسم الحقل تقوم واخد سبيس. ما انت ممكن مثلا شايفين الكمباني نيم، خليك في الكونتاكت نيم، شايف؟ اخدت سبيس وانت كاتب نيم، يبقى كده انا عايز العمود ده يطلع اسمه نيم مش كلمه كونتاكت نيم، يطلع اسمه النيم. ماشي، تعال عند الكمباني اخد سبيس واعمل اس واعمل كمباني، بعد يقول لي ايه؟ طب انت دلوقتي دي كانت مسافه ونيم، وهنا في النص ايه؟ ركز معايا بقى، سيب بقى بتاع ده بقى خلاص. انا عملت ايه؟ قلت اكسكيوت كده. طب دي سميناها نيم ودي سميناها كمباني، بس في فرق ما بين التنين، الا وهو ان الاولانيه خدت سبيس كده بنت حلال وقمت كاتب الاسم الثاني، فهو فهم ان انا عايز اعمل دي الياس، والثانيه قلت لازم كاتب في النص ما بينهم از، كاتب بينهم ايه؟ از خلاص. دي تنفع ودي تنفع، دي تنفع ودي ايه؟ ودي تنفع. طب انا كنت عايز اكتب بس مش عايز اكتب كمباني مثلا، انا كنت عايز اكتب ايه؟ كمباني نيم، بس ما في ما بينهم سبيس كده وبتاع عشان الشكل العرضي يبقى كويس كده خلاص. هاي صحيح، هي الحقل اسمه كمباني نيم لازق في بعضه، بس انا عايزه في الاخر يجي يطلع لي بشكل منسق، يطلع كمباني سبيس نيم مثلا. لو جيت جربت كده بوم على طول قال لك ايه النيم، في انكوريكت سينتاكس نير كلمه نيم. هو المشكله كلها ان هو ايه؟ قال لك طب ماشي ده اسم الفيلد از، وده الالياس بتاعه، ده الاسم البديل بتاعه، مين ده بقى؟ مش عارف. فلازم تلزقهم في ايه؟ في بعض. فتيجي تلزقهم في بعض تبقى زعلان، كنتش عايزهم كده، كنت عايزهم متفرقين، صح ولا ايه؟ كنت عايزهم ايه متفرقين. مفيش حل اخر، ممكن تعمل حل اخر، انت ممكن تكتب كده ما بين سنجل كود كده، مش اخدت بالك؟ كام برنين ما بين سنجل كود واعمل اكسكيوت. فاهم ولا فاهم حاجه؟ خلاص، عشان بس ايه ما علمتش على السطر فعمل كل الجمل اهو. عمل لي كمباني ايه؟ كمباني ماشي، مش مشكله خلاص. اللي انا عايز اقوله ان انا كده اقدر اقصد ان انا عندي ممكن اكتب از وممكن ما اكتبش از، دي كلمه اوبشنال،
فيلم ايه؟ دكتور اوبشن. لو شلت از يعمل مشكله. لو ايه؟ الحاله الثانيه اللي هو في مسافه. لو شلت از يعمل مشكله. رجعوا بالمسافه، حاجه ثانيه ودي حاجه ودي حاجه. خلاص كلمه از معناها الياس، ودي كلمه ايه؟ كلمه اوبشن. تمام. اختياريه، تكتبها. طب هي احسن اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ اكتبها. عشان بتعمل ميسنج كبير جدا، وبنخش في لخبطه كبيره جدا، وانت لما الجمله تكبر منك وتختخ نفسك كده ايه؟ دي كانت ايه؟ طب وايه ده؟ امال ايه ده؟ ده مش حق، ده ايه يا سامي؟ انا عمال اقول يا اخي ده جه منين؟ نفسك بقت تقول، لكن از بتوضح ان اللي جاي ده ده عنوان بديل وما تركزش فيه. خلاص كده؟ كنا بنتكلم على ميرجنج الداتا، او انا كنت اقصد بيها حاجه اسمها كونكات الداتا. كونكاتينيتنج الداتا، ماشي. لا مش هو ولا واحده من دول. كونكاتينيت الداتا، خلاص؟ يعني تجميع البيانات او لزق البيانات جنب بعض. خلاص؟ اللي هي كونكات، ماشي. يعني ايه بقى كونكات؟ دمج. خلاص كده؟ طيب تعال نشيل الجمل الجميله دي، وتعال نجرب سيلكت كله فروم كاستمرز مثلا. حلو، ادي الكاستمر اي دي، وده الكونتاكت نيم، والسيتي اهي. انا عايز مثلا تقرير الطلب مني، عايز اقول مثلا ايه؟ انا مش عارف ايه فروم مثلا مكسيكو، فاهمين الفكره؟ ارلوند مثلا مش عارف ايه فروم لندن، عايز اطلع التقرير بتاعي، عايز يطلع كده، عايز يطلع الاسم ومنين. فالفكره كلها انا عايز ادمج الاسم ويلزق جنبيه سبيس، وبعد السبيس كلمه فروم، وبعد فروم سبيس، وبعد السبيس البلد. تكون دقيق كده صح، الاسم وفي مسافه اكيد، وفي الفروم ومسافه اكيد، وبعد كده اسم البلد صح كده. فعايز اعمل دي وكلهم يطلعوا از اون كولم، خلاص اكنهم عمود ايه؟ عمود واحد، قطعه واحد. فممكن اقول له سيلكت الكونتاكت نيم، ادمج لي جنبها، مش زائد يعني جمع، زائد يعني لزق جنب بعضيهم، خلاص جنبيهم سبيس، واكتب فروم وبعدين سبيس مسافه، وبعد فروم زائد السيتي كده مباشره. قبل ما اعمل الحته دي عشان ما لخبطش الناس، طب لو قلت كده اهو وحطيت زائد كده الكونتاكت نيم بلس السيتي، تيجي تعمل اكزكيوت هتلاقي ماريا اندريس بيرلين من برلين على طول كده لازقوا ببعض، بس انا مش عايز ايه كده. فهبدا ان انا اقول والله طب انا عايز سبيس ما بينهم، مش عايزهم يلزقوا ببعض، فاقوم حاطط سبيس ما بين سنجل كود وعامل اكزكيوت، فبدا يفرق لي اهو ماريا اندريس فروم، او ما فيش من برلين. قلت طب ماشي انا عايز اعمل بقى، لا انا عايز اقول فروم كذا، فاهمين الفكره؟ فهي بقت ماريا اندريس فروم برلين، خلاص انا مش عارف ايه فروم مكسيكو مثلا. ادي اوريكل، في الاوريكل هتلاقي العلامه دي تستبدل بدول. دي اللي هي في السي شارب والجافا والسي بلس بلس اور يعني. خلاص ايوه هي دي. هنا بقى معناها لا في الاوريكل هنا معناها اللي هي البلس الدمج. لكن في الاس كيو سيرفر ما عندناش الكلام ده. الاس كيو سيرفر هي زي. لا هو بيعرف يفرق ان هي عمليه حسابيه ومش حسابيه منين؟ من نوع البيانات. احنا قلنا مش اي اوبريتور بيبقى ليه تو اوبراندز او اوبراند واحد، فطول ما الاوبراندز الموجوده حواليه انواع بيانات مختلفه يقدر يعرف هو هيعمل ايه. خلاص؟ انا عايز ادمج نعم ممكن تحول لاثنين نصوص وتدمجهم، بس ليه كده يعني؟ انت عايز تقول 15 زائد 15 ب 1500 و 15 زائد 15 يبقى 51 اه لو هما في الداتابيز مسجلين ارقام ليك وضع، لو هما في الداتابيز مسجلين نصوص، لو هما في الداتابيز مسجلين نصوص تعمل بلس هيحطهم جنب بعض، لكن لو هي مش في الداتابيز مش محطوطه نصوص لا تعمل كونفرت او كاست.
او كاستل ان شاء الله. لو ما خدناش اكتب، لو ما خدتهاش اكتب عشان اقول لك في مره كاست والكونفيرت خلاص كده، عشان لازم احولهم الى نصوص وما احط ازاي فيفهم ان ده نص جنب نص مش مشكله. ايه لا هنا لكن هنا اسمها كاست واسمها كونفيرت بوضوح خلاص كده. طيب كلام جميل. خدنا الكونكاتينيشن اوبريتور ازاي بقى نيليمينيتنج الدوبليكيت روز. نيليمينيت الدوبليكيت روز، فانا مثلا بقول ايه جدول زي الكاستمرز. دلوقتي دخلت في النقطه اللي بعد دي بعد الكونكات، قلنا عايزين نيليمينيت الريبيتنج او نيليمينيت الدوبليكيتنج. الدوبليكيتنج عايزين نشيل التكرار خلاص. عشان نشيل التكرار تعالى معايا كده، لما نبص هنا كده انا عايز اجيب بس الايه، انا بتعامل معاهم بلاد يعني شغلي والعملاء بتوع مين خلاص كده. فانا عايز سؤال ممكن يسالك يقول لك انا عايز اعرف العملاء بتوع دول منين. لو انت جيت قلت سيلكت السيتي فروم كاستمر وقلت عملنا اكزكيوت، هتلاقي بقى ايه مناطق كتير صح ولا ايه؟ شايفين في هنا بوينس اريس متعادل بتاع كم مره دي؟ بص 1 2 3 صح؟ صح ولا ايه؟ لندن بص لندن 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 لندن. والله انا مش عايز كده، هو يقول لي مره واحده لندن عشان انا عارف ان في ناس عندي من لندن بس. فانا عايز ايه؟ اشيل الريبيتنج ده، عايز اشيل الايه؟ اشيل الريبيتنج ده. فاعمل ايه؟ اقوم جاي هنا بقى قبل كلمه سيتي، قبل كلمه سيتي خلاص، واختار كلمه اسمها ديستينكت. ديستينكت يعني وبدون تكرار، وبدون تكرار. لو كنا عملنا اكزكيوت كده كلمه ديستينكت خلاص، يعني الرول متطابق ما يطلعش كنتيجه، ما يطلعش ايه، ما يطلعش كنتيجه. لو جيت عملت اكزكيوت ايه رايكم في الجمله دي؟ مفيش اهو، ما اتكررش، مش بتكرر تاني. طب خش على لندن، ها ما تكررش صح كده ولا ايه؟ في اي سجل نعم، بس لما يكونوا الاثنين متطابقين. يعني مثلا عايزين يسال كان عندنا ريجن صح، هشيل ديستينكت واوريك الفرق الاول، بعد كده اوريك لما نحط حاجه، بس لما يكونوا متطابقين. يعني فعندي مثلا انا فاكر لندن، بص لندن بنال صح، ولندن كمان واحده بنل صح ولا ايه؟ مش عندك واحده لندن يا عم كان فين؟ وادي لندن بنل ماشي كده. تعال نحط كلمه ايه، وبص خد بالك من حاجه، كامرو سيلكتد 91، قلت له ديستينكت، قلت له اكزكيوت، اللي حصل اولا هم 69 من غير ما تقلب خلاص 69 سجل. لو رحنا عند اي حد لمبم، بس يا رب الاقي اثنين لمبم ولا حاجه، واحد يقول لي ليه فين؟ لا ثواني عليا ما تطلعش واحده بس، لو في لندن مع حته ثانيه ممكن تظهر خلاص، لان في اختلاف في الايه؟ في البيانات. فهمنا الفكره؟ لا هو يختار على مزاجه، ما ينفعش. يعني مثلا بقول لك انا عايز اعمل ديستنكت على زميلنا، بيقول عايز اعمل ديستنكت على السيتي بس، قلت له طب افترضنا يعني وعنده 20 لندن مع او فيهم لندن نل وفيهم لندن اي حته ثانيه، اختار له واحده بقى يعني مزاجه عشان يطلعها مرة واحدة ما ينفعش. على حسب كم منطقة موجودة عندك. بالك من حاجة، زميلنا بيسأل سؤال تاني، هو نفس السؤال الأولاني. ده معناه إن ده ما وصلش. خلاص؟ لو أنا حاطط بيت الحقول وعامل لي ديستنكت على لندن، ماشي حلو قوي. الاحتمال الأكبر هيكرر. ليه؟ طالما إن في حاجة مختلفة هيضطر يجيبه. ولو في حاجة مختلفة. يعني كل تابل
لو تطابق مع الطابل الثاني ده اللي يشيله، لكن لو تطابقت منه حته وحته لا ما عارفش يشيله، هيختار انه واحد طابل يعني رو رو سجل طابل ده كده في حد ذاته سجل. ولو انا كنت بقول سيلكت السيتي بس تعتبر برضو سجل خلاص، او رو او طابل، ولو قلت هات كله هيجيب لك كله بس يعتبر كله ده على بعضه هو طابل واحد برضو، ويبدا يعمل تطابق للطابلز مع بعضيها مش للحقل معين. طب ما اعرف ازاي؟ قول لي انت هتعملها ازاي؟ انت في المنطق الطبيعي بتاع الحياه بالظبط كده، كلمه ديستينكت على مستوى الرو هي كلمه ديستينكت يا اما كلمه اول عشان من الاخر، بس ما حدش بيقول كلمه اول، عشان نقول هي 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 الديفولت من غير ما تكتبها، لو هات كله مكرر او مش متكرر، لما تحب تقول هات كله بس اللي مش متكرر تكتب كلمه ديستينكت، لكن انت كلمه اول دي هي ليه هي الوضع الطبيعي من غير ما تكتبها، عشان كده ما حدش بيذكرها خالص. خلاص كده تمام، يبقى قول ده الطبيعي هات الكل او ديستينكت هاتهم بس من غير تكرار. امتى من غير تكرار؟ طيب احنا خدنا شويه حاجات جميله كده، كلام جميل، لكن في ادوات مساعده، في ادوات مساعده، فينا بعض الادوات المساعده اللي ممكن تساعدنا في بناء التقرير، زي مثلا ريزلت تو فايل، ودي معناها ان انا عايز اخرج النتيجه دي بس في شكل ايه؟ في شكل ملف، في شكل ايه؟ في شكل ملف. وفي عندك لما تيجي ترمي يقول لك طب ماشي طلعها لك في شكل ملف، وبيطلع لك ملف دوت خلاص. ما هو الطبيعي بتاعك ان انت تبقى ايه؟ ان انت تبقى موقف كده خلاص، ريزلت تو جريد يعني النتيجه تطلع في جريدايه، دي اسمها جريدايه اللي تحت دي او تيبل يعني خلاص. لو انت اخترت ليه كده هتقول له خلاص لما تيجي تطلع نتيجه طلعها لي في ملف. وريزلت فايل فيها ميزه، عشان بما انكم سالتوا على التقارير، بتطلعوا كريبورت فايل، كريبورت خلاص، كريبورت ايه؟ ريبورت فايل ار بي تي، ده اشهر امتداد للمتريات الايه؟ الريبورت. فتقدر تطلعه كملف ايه؟ از ريبورت يعني. هو اصلا التقارير هي ملفات التقارير بتاخد ار بي تي. يعني مثلا تيجي تعمل مثلا ببرنامج مثلا زي برنامج مثلا اشهر برامج بتاعه الريبورتنج مثلا كريستال ريبورت مثلا اشهر واحد خلاص، هو ملفاته بتبقى امتداد ايه؟ ار بي تي. لو عندي برامج بتصفح الريبورت هقدر اشوف، ما عنديش برامج بتصفح الريبورت مش هقدر اشوف. تاخده كاكسل، ممكن تطلعه تو تكست فايل يعني اكزكيوت وترمي لك كتكست فايل، وبعد كده تقدر ترميه عادي جدا خلاص كده. يبقى احطه في تكست بوكس وهتحطه في اكس ال اس هيطلع طول اكسل شيت خلاص. وممكن في حاجه كمان اسهل من اكسل شيت والحاجات دي كلها، يعني في طرق ثانيه كتير انت بتعمل دمج وتعمل ما بينهم كوما، ما بين كل فيلد وفيلد كوما خلاص، وانقل بقى من اوراكل لاكسس، اطلع على اس كيو سيرفر، روح على ماي سيكوال، كله يقبله اكسل شيت يقبله. لو انت فاصله ما بينهم كوما بيفهم ان ده يقصد ايه، كولوم ده كولوم ده كولوم ده، قلت له بس ان السيبريت، بس السيبريت بتاعنا او الفاصل بتاعنا هو كوما، هتلاقي بقى بدا يتنقل من اي برامج لاي برامج. يعني في حلول كتير، بس انا مش عايز اعمل دلوقتي الحته دي لان هتكلم على الباك اب في الاخر خلاص، هتكلم على الباك اب ودي هتخش معانا في الباك اب جامد جدا، ازاي نباك اب الحاجات دي كلها. المهم احنا كده خلصنا البيزك ستيتمنت خلاص، هنتكلم على نوعيه اخرى بدل البيزك ستيتمنت، وهي ريستريكتنج يعني تقييد اند سورتنج الداتا. هنقول ايه في الريستريكتنج اند سورتنج الداتا؟ اول حاجه عايز اتكلم عليها الكومباريزون اوبريتورز، كومباريزون اوبريتورز خلاص كده. طيب وبعد كده عايزين نتكلم على اللوجيكال اوبريتورز، وبعدين هنتكلم على ascending and descending. ماشي ascending and descending sort يعني
الترتيب، ترتيب التصاعد والترتيب الايه؟ التنازلي. ماشي؟ ترتيب التصاعدي والايه؟ والتنازلي. ماشي، دول اللي عايزين نتكلم عليهم في الموضوع بتاع الريستريكتنج اند سورتنج ديتا. ماشي، كلام جميل. هنبدا ببساطه جدا نتعامل مع جمله الريستريكتنج اللي هي وير، اللي هي مين؟ وير. ان انا مش عايز كله، انا عايز حاجات بس حاجات معينه طبقا لشروطي انا، طبقا لشروطي انا او طبقا لفكري انا او طبقا اللي انا عايز ادور عليه. فعلى سبيل المثال انا جيت اجيب كده، قمت قال اكزكيوت يا عمي، جاب لي ناس كتير. انا عايز ارجع معلش لمين؟ للبرودكتس. فجيت قلت ايه في مره كده، قلت انا عايز المنتجات اللي هي دي بقى اللي هي مبيعاتها ضعيفه، اللي هي مبيعاتها او اللي ما بتتباعش. ده سؤال بقى اوضح قوي يعني، ده في حد ما يحتاجش سؤال زي ده؟ مهم جدا. انا عايز اجيب المنتجات اللي ما بتتباعش، مش عايز بقى تجيب لي بقى المنتجات اللي اتباعت واللي ما اتباعتش وكل واحده اتباعت بكام. انا مش عايز ده خالص، انا عايز المنتجات اللي ما اتباعتش. انا اعرف ما اتباعتش منين؟ والله انا عندي سعر الوحده، وعندي كام واحده منها في المخزن، وعندي اليونت ان اوردر، يعني كام واحده اتباعت منها. بمعنى ان هي ما اتباعتش يبقى لازم كام واحده اتباعت منها تبقى زيرو، صح كده؟ فعايز اقول له ايوه هات كل حاجه من البرودكتس، بس جيب لي كل تفاصيل البرودكتس، بس عايز تفاصيل البرودكتس اللي بشرط. طب قال وير ده الشرط، الشرط بتاعك قلت له عارف اليونتس ان اوردر لازم تكون ايكوال الزيرو، اللي هي واخده بزيرو هنا دي في الاوردرز دي معناها ان هي ما اتباعتش خالص، فانا عايزها بقى تيجي لي بقى على جنب كده عشان اشوف الدنيا فيها ايه. واعمل اكزكيوت، طلع لي المره دي 60 رو. يا نهار ابيض، كتير. جيب بس تعلمت ان ستوك 39 53 120 مش عارف كام 30 40 20 30 100 كلها ميات، يعني اكثر حاجه ميات. فقلت طب انا عايز برضو ايه، ممكن السؤال بتاعي يبقى اكثر تعقيدا. انا اقول ايه؟ ما اتباعش خالص وغالي. عايز اقول مكلفني وقاعد على قلبي. سؤال يعني، ده سؤال برضه من الاسئله اللي ممكن تكون تدور في دماغك. فانت اولا في السؤال اللي فات ده، المثال اللي احنا قلناه فات ده، ده اول واحده، اول معلومه جديده دي بجانب الجزء اللي اسمه ايه؟ وير. هتكلم على دي خلاص، بس انا عايز كمان يكون السعر الوحده بتاعته اكتر من 80 جنيه. طبعا الاسعار عندي كلها بتتراوح من 10 و20 و30 لغايه 140 و150. فانا عايز اقول ايه؟ يعني وغالي، غالي دي بالنسبه لي من فوق ال 80 كده يبقى بقى غالي. خلاص كده؟ مثلا. فعايز اقول له ايه؟ اند مش بس ولا واحده اتباعت منه، لا كمان عايز يكون اليونت برايس يعني سعر الوحده بتاعته تكون اكبر من ال 80، اكبر من 80. ده يبقى بالنسبه لي منتج خارق للطبيعه. خلاص؟ منتج مشكله ومفروض اتخلص منه وما اجيبش منه تاني يعني. فقلت اكزكيوت، طلع لي اربع منتجات. شفت الجمال؟ صوره عماله بيضاء بعد كده. خلاص؟ طيب، فلقيت ايه؟ لقيت ان في عندي منتجات ب 260 وب 100 وب 80 وب 97 ومش عارف ايه، وفعليا ما بعتش منهم ولا منتج لغايه دلوقتي. الكارثه الكبيره كمان ان انا ممكن ازود واقول عندي منه كمان في المخزن كتير. يعني عندي منه في المخزن كتير وغالي وما بيتباعش. اولعه الدفه بيه ده خلاص. المنتج ده مشكله. خلاص، منتج يبقى عندي وحدات منه كتير امتى؟ لما يكون عندي اكتر من 15 وحدات مثلا. ممكن اقول له اند خلاص اليونتس ان ستوك تكون كمان اكبر من 10 وحدات، اكبر من 10 حتت عندي. مشكله. قلت له اكزكيوت، قال لي في ثلاثه عندك، ثلاث منتجات عندك غاليين وعندك منهم كتير وما بتبيعش. خلاص، شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ وبترد على اسئله كتيره في الموضوع دوت. في الجزء بتاع الوير اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، بصراحه في موضوعين خدناهم في النص، الا وهم الكومباريزن اوبريتورز اللي هم دول.
ايه هما الكومباريزون اوبريتورز؟ الكومباريزون اوبريتورز بكل شهره يساوي لا يساوي اكبر من اكبر من او يساوي يساوي الاول كده خلاص اصغر من اصغر من او يساوي لا يساوي لنا ايه لا يساوي لنا ايه ايه اه دي كده لا يساوي ها انا عارف انا علامه التعجب وبيساوي هنا لا يساوي كده خلاص كده خلاص طيب ما علينا يعني ما جناش في علامه خلاص كده ما جناش في علامه انا ذات نفسي ساعات بتلخبط فيه هو الاوركل بيشتغل بدون ولا الثاني بيشتغل بدون اجرب دي ما نفعش اجرب دي خلاص مش قضيه ايه انواع تعبيرنا ده بفكر فيها لا معلش معلش هي محتاجه خبره نعم ماشي طيب هما دول بس دول المشهورين دول المشهورين لكن في جمل تانية اكثر اهميه في الكومباريزن اوبريتورز لا مشهورين برضو بس مش مشهور دول خلاص هقولهم واحده واحده وكل واحد عليها مثال خلاص لكن دول مش هاخد كل واحد عليها مثال دي مفهومين دول مش امر مفروغ منه خلاص لكن بالمره اخطب بس اللوجيكال اوبريتور كده عشان دول صغيرين دول اصبر على رزقك خلاص ايه اللي هما اللوجيكال اوبريتور سهلين جدا اللي هو الان والاور والنوت شفت سهلين ازاي دول خلاص دول معروفين برضو متهيألي لحد ما معروفين خلاص كده لكن تعالى لي بقى في الكومباريزون اوبريتور عندي مجموعه من الكومباريزون اوبريتورز مهمه جدا غير دول غير دول دول البيزكس الاساسيين خالص خلاص في ايه بقى تاني تعالى لي في جملة مهمة جدا اسمها between ما بين مش كل الأسئلة بتبقى أو كل الأسئلة بتبقى واضحة كده ساعات ببقى عايز رينج معين لك مثلا يعني من 50 لـ100 مثلا صح مش بتقول كده ساعات أو مثلا أقول لك أنا عايز ولا بلاش دي جميلة دي سؤال واضح صريح وضيح يعني تعال نشوف المثال طبعا أنا ممكن أقول اليونت إن ستوك بدل ما أقول 10 ممكن أقولها كده يونت ستوك بيت وين يعني ما بين خلاص ما بين مثلا 10 and 100 انا عايز كل الاوردرات والسعر اكبر من 80 كل اللي مش في الاوردرات وسعره اكتر من 80 ووحداته ما بين 10 ل 100 وحده عندي في المخزن خلاص كده وجيت عملت اكزكيوت طبعا عندنا حاجه تطلع من دول كده مفيش حاجه تطلع لان الوحدات في المخزن من 10 كل دول من 10 ل 100 صح طب احنا نخليها من 10 ل 30 عشان تطلع ايه ال 40 دي رقم 20 دي تطلع رقم 20 دي تطلع من الايه من النتيجه رقم 20 دي تطلع من النتيجه قلت اكزكيوت فعلا رقم 20 طلعت من النتيجه لان هي لا ينطبق عليها الشرط لا ينطبق عليها الشرط خلاص كده قلت له جميل والله جميل الله يبارك فيك طيب اسمعني بقى تعالى نتدلع كده ونخش على شويه جداول تانية كده يعني نغير كده الجو يعني بلاش نبقى لازقين في جدول واحد عاملين تيست عليه كتير تعالى نقول له هات لي كله من جدول الاوردر الاوردرز ماشي اكزكيوتلي الاوردر اي دي رقم الاوردر والكاستمر اللي عمل الاوردر والموظف اللي كتب الاوردر والاوردر دي تتعمل امتى ومطلوب مننا احنا نسلمه امتى وهتشحن ليهم امتى وكده بس فانا قلت ايه مثلا عشان ما اخش في تفاصيل انا قلت انا عاوز كل الاوردرات اللي طلعت طبعا ما عندناش عشان دي بيانات دي قديمه من سنه 96 كل الاوردرات طلعت سنه 96 شهر 7 سؤال متداول جدا حد معترض سؤال متداول عايز الاوردرات اللي تمت في شهر كذا عايز الاوردرات من كذا ما هو شهر كذا ده يعني من ايه ايوه بالظبط كده يبقى الاوردر بتاعي من اول تاريخ 1/1 او مثلا 1/7/96 الى 31/7/2 مش عارف كام 90 96 وخلاص بس فممكن اقول ايه وير ان الاوردر ديت خد بالك النتيجه كام
830 اوردر. 830 اوردر طلع لازم يكون الاوردر ديت بتوين مين يا عمي؟ قلت له ما بين 1096-07- طبعا بمشي بالتنسيق اللي عنده 01 خلاص اند ما بين كده و ما بين كام 1996-07-31 بص هو الطبيعي انك تحط اي حاجه في سنجل كوت الا النمبر. حط كل حاجه ما بين سنجل كوت الا النمبر. النمبر هو اللي بيتحط كده حر كده خلاص ده كله ما بين سنجل كوت. بس هو كده فاهم بقى انه ايوه ما هو ما جاب لي كام 22 رو اللي كان 800 وشويه. بص اضرب عينيك معايا كده كل 96 في 8 جه في 8 جه اه ده ريكوايرد معلش اسف اهو سبعات كله سبعات كله سبعات كله سبعات كله سبعات كله صح لغايه الاخر 31 سبعه كله جه بس وذن الشهر ده خلاص. جمله جميله جميله جدا طبعا. هل ليها بديل؟ ليها بديل بقى ان انا كنت اقول ايه الاوردر ديت اكبر من او يساوي كذا كذا اند واضطر بقى اقول ايه اوردر ديت ها اصغر من او يساوي كذا. اه انت بتتكلم على كده يعني؟ لا المفروض العلامه الاول ده انا اللي لخبطت. انا كتبتهم انا كتبتهم مقلوبين بقى يبقى انا كتبتهم مقلوبين في المسائل صح كده؟ لو جينا عملنا اكسكيوت جاب نفس النتيجه بس كتبتهم على شرطين ولازم اعيد اسم الكولوم في كل شرط. مش اسهل او مش اصعب بس تبقى انت عارف خلاص؟ كل واحدة ليها استخدامات برضو مختلفة عن التانية. دي كانت بتوين. فيها كده مشكلة؟ محدش بيرد عليا؟ ما فيهاش مشكلة. ماشي كلام جميل. دي بتوين بتوين اكس اند واي. ما بين كذا وكذا. جملة تانية جميلة ومستخدمة جدا اسمها از نوت نال. وطالما حطيت كلمه نوت كده ما بين العلامتين دول وانا بشرح كده دي معناها ان دي اوبشنال. يعني ممكن اقول از نال يعني ايه نال الاول فاضي. از نال يعني فاضي. اما از نوت نال مش فاضي مش ايه مش فاضي. وعندك سالب دي وعندك سالب دي. طب هو في بتوين نوت؟ اه حط قبل بتوين قول نوت يبقى نوت بتوين مش ما بين كذا وكذا. النوت بتنفي احنا قلناها مع اللوجيكال اوبريتور. احنا قلناها مع اللوجيكال ايه؟ اوبريتور وهي قادره على ان هي تنفي اي عمليه موجوده. خلاص؟ كلام جميل. تعالى نجرب از نال. انا مثلا عندي اوردرات فكل اوردر بيطلع لمنطقه. فانا عايز مثلا انا كراجل مدير فعايز ابص كده اقول لي طلع لي كده اي اوردر عندي ملهوش شيب اريا او شيب سيتي. يعني مش متحدد له المكان اللي هيطلع فيه. اي اوردر مش هتحدد له مكان يطلع فيها هتقول لي على جنب. ممكن ده يطلب منك انت وقاعد يعني مديرك في الشغل يقول لك هات لي بس اي ما اي اوردر معمول عندنا ومش عارفين هنودي فين هاتهم لي كده لوحديهم بس او هات لي ارقام تليفوناتهم او هات لي مش عشان اعرف اتواصل اعرف احل المشكله. صح كده؟ ده برضو حاجه من الحاجات اللي هي موجوده. فممكن اقول له سيبك انت بقى من الشرط اللي كنا حاطينه ده لكن عايز اقول سيلكت كله الاوردر بس بشرط ان الشيب سيتي او شيب ريجن تالت سيتي مش هتلاقيها فاضي شيب ريجن از نال شيب ريجن ايه از نال. عملت كده دخلت كده بص هو جاب اول 500 ما جابش يعني 800 زي ما هو كان جايب. تبص على الشيب ريجن تلاقي كلها ايه دي اللي كلها نال. فكده عرفت. طيب ممكن اقول الشيب ديت هات لي اي اوردر عندي انا مش عارف اسلمه امتى او غير محدد هسلمه امتى. فهمنا الفكره؟ محدش بيرد يبقى فهمناه. خلاص
الشيب ديت، فبقول له هو اسمه شيب ديت ولا اسمه ايه؟ شيب ديت. شيب ديت ترو الى ما يكون ايه مش محدثه اكسكيوت، طلع لي 21 سجل فيهم فعلا ميعاد التسليم عندنا مش ايه مش محدد، مش محدد ميعاد التسليم او ميعاد اللي هنسلم فيه الحاجه او نشحن فيه الحاجه. مات توفى خلاص خلاص كده. يبقى جاب لي كام؟ 21 رو. عارف لو قلت is not null هجيب النتيجه كلها بس يشيل منهم ال 21 دول. خلاص كده لو عملنا اكزكيوت طلع لي 809، غير لما كنت بقول select asterisk from order يعني هات كله كان بيجيب لي 830، فشال فعلا 21 منهم اللي هم ايه اللي فيهم null في الحته دي. وعمل تالي واضحه وصريحه ووضيحه وجريحه، مش محتاجه تفصيل اكتر من كده. خش على اللي بعده. خلاص خلاص. طيب بعد ايز نال بعد خمس دقايق ان ايه ان دي بقى؟ في عندي هقول ان كذا كذا اكس دي يعني كذا او كذا او كذا الى اخر الكاس كذا. خلاص كده يعني ايه برضه محدش فيهم حاجه ماشي. يقول لك مثلا انا عاوز كل الاوردرات اللي اتعملت عندي وهتطلع على على مثلا على مش عارف على ايه، على المكسيك على مكسيكو او مثلا ولندن مثلا او مدريد اي حاجه من دول تجيبها. فانا عايز يعني ثلاث اربع احتمالات، عايز ثلاث اربع ايه؟ عايز كل الاوردرات اللي شيب سيتي. قد يكون طبعا ما تستهترش، ده قد يكون حاجه مهمه جدا اللي هو ليه؟ اصلا الناس اللي اصل دول كلهم في طريق واحد، فانا عايز اطلع مثلا بيهم تقرير كده صغير عشان اللي هيروح دول ورا بعض مثلا، فقد يكون حاجه مهمه ما تستهترش بالاسئله البسيطه دي. خلاص يكون في طريق واحد، فبقول لك طلع لي بيهم عشان اعرف الاماكن اللي كله عشان يودي لهم كلهم مثلا. طيب ممكن يكون خمس ست اماكن سبع اماكن مثلا. فالمهم قال لك الشيب سيتي نقول له بقى ان تكون موجوده فيه، قمت كاتب بقى مدريد كوما لندن مكسيكو. صعب علينا شويه. كيف يا دوب؟ هيطلع كتير قوي الحق يعني كتير جدا. بس انا كنت عايز ثلاثة عشان عايز اوضح حاجة معينة. ناخد ليون. خلاص كده؟ قمت عامل ايه؟ اكزكيوت. طلع لي 51 اوردر رايحين المكان ده. خلاص وحطهم ورا بعضهم. هل ليها بديل؟ بالظبط. اور ممكن نقول الشيب سيتي ايكوال مدريد، اور الشيب سيتي ايكوال لندن، اور الشيب سيتي ايكوال لين. خلاص كده لازم تمشيها كده. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. وده اللي بتعمله ان، وده اللي بتعمله ان، ان هنا ما بقولكش هات لي بقى ايه اللي ساكن الاوردر اللي رايح مدريد ولندن ومش عارف حته، ما فيش اصلا حاجه كده. هو يقصد بيها ايه؟ يا ده يا ده يا ده. استحاله استحاله هات لي الاوردر اللي رايح مدريد ولندن مع بعض. ما طبعا عندي لازم يكون رايح المكانين مع بعض. هو ده صعب. ده كده في مصر ما ده ما اشتروش مني شوف اي اي زبون تاني. يبقى احنا كده قلنا مين؟ قلنا ان بس كده؟ لا في اني خلاص، وفي اول، وفي
exists. دول اللي احنا عايزين نتكلم عن دول comparison operators. خلاص كده؟ any و all و exists. حلو كده؟ دول اللي باقيين لنا وكويسين ان هم دول اللي باقيين لنا، لان دول هيضطروا يخلونا نخش في موضوع تاني الا وهو اسمه sub queries. خلاص لازم ايه؟ طيب بس بما اننا يعني دول ناقصين لازم يدخلونا في موضوع اسمه sub queries عشان نعرف نشرح دي ودي 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 ونشوف يعني ايه sub query، يعني زي جمله select جوه جمله select جوه جمله select. خلاص كده ماشي. احنا قلنا logical operators، فاضل لي حاجه بسيطه جدا انا مش هاخد من 3 دقايق عشان نبقى خلصنا كله، فاضل لنا الثلاثه دول مع السب كويري. يبقى موضوع السب كويري نتناول فيه الاني والاول والاكزيست، الا وهو الاسندنج والديسندنج سورت. بس الاوردر باي في ايه؟ اه قلنا نقطه تخش اي جمله تنفيها عادي جدا موجوده، مش في دول تمشي نفس المعنى. خلاص يعني لو جينا عملنا كده وقلنا هنا نوت ان مدريد ولا لندن ولا ليون دي اكزكيوت، جاب لي 779 جاب لي الباقي. نعم اه كله الا دول، كله الا دول، كله الا ده. خلاص طيب اللي احنا عايزين نتكلم فيه زي ما قلنا. طب طالعين كده حلوين جدا جدا، ماشي كلام جميل كلام جميل. بس بص شيب سيتي ملخبطه، انا مش عارف بس ايه، انا مش عايز دول عشان دول بنات كتير قوي، انا عايز ان عشان يبقوا بنات اقل، يعني دول 700 وشويه اللي دول عايزينهم 50 كده حلوين بس ملخبطين. فانا عايزهم نلاقي ترتبوا لي ايه حسب البلد، يعني اه حسب البلد مثلا. حلوه فاعمل له ايه اوردر باي كده، اتكلمتوا عليها النهارده اكيد. خلاص اوردر باي خلاص كده رتبهم لي على حسب، واحدد قلت له على حسب الشيب سيتي وسكت. يبقى إيه يرتب تصاعدي ولا تنازلي؟ هو الترتيب يا تصاعدي يا تنازلي. كده التصاعدي العادي اللي هو الاسندنج. ممكن تاخد سبيس ومكان كده اسك، دي معناها اسندنج، وانت لو كتبتش هو ده الديفولت، هو ده الايه؟ ديفولت. لو عملنا اكزكيوت فلقينا الشيب سيتي لندن جت الاول اكيد، لاين بعديها اكيد من غير ما تبص اهو فعلا صح ولا لا، والام جت بعد. خلاص كده لو غيرتها وخليتها ديسندنج هتلاقيها بالعكس بقى، هتلاقي مدريد وبعد كده لاين وبعد كده مين؟ بعد كده لندن. لو عملنا اكزكيوت اسبانيا ماشي، مدريد وبعد كده ايه؟ لاين وبعد كده ايه؟ ماشي انا ببص عيني بتيجي كده خلاص ولندن. طيب لو جيت قلت لك ايه بقى؟ طب طب البلد، البلد شيء مؤثر، الكانتري خلاص هما ايه؟ اسبانيا وفرنسا ويو كي ماشي. فقلت له انا عايز الشيب سيتي، بلاش الشيب سيتي، انا عايز البلد الاول تترتب وبعد كده جواها الشيب سيتي. يعني ممكن تفكيري انا يجيبني ايه؟ طب انا هرقم يعني هرتب على حسب حاجتين ثلاثه، فممكن حاجه تبقى ليها اولويه عن حاجه. اها يعني مثلا احمد محمد زيد كده ايه؟ تصاعدي عادي. زيد محمد احمد تنازلي خلاص، جواهم برتب حاجه ثانيه زي مثلا ايه؟ او الاولاد، فلاقي احمد مخلف مثلا امير وزيد بالعدد، بالعدد امير وزيد، زيد اللي تحت خالص اللي تحت خالص مخلف مثلا عبيد. طب والله جبت مثال في جميل جدا جدا، جاي اسم عبيد ده بالذات يعمل لنا مشكله. ليه بقى؟ لان عبيد لما تيجي تكتب بالانجليزي اي بي، طب المفروض ياخد رانك اعلى، اعلى من اي ايه، لان ايه وبعدها بي خلاص. لكن امير اللي كان مخلفه احمد بقى مشكله العيله دي عشان ما تلخبطنيش خلاص، امير اللي كان مخلفه احمد كان ايه؟ ام، والتاني عبيد اي بي، فالمفروض عبيد يكون قبل مين؟ قبل امير. طب وانت دلوقتي عايز ترتب اسماء الابهات الاول وبعدين جواهم ترتب اسماء الابناء. عايز ترتب الابهات يعني الابناء بناء على الابهات. اه فلو جيت قلت ايه؟ رتب لي الايه؟ الاباء تصاعدي، هيطلع لك مين؟ احمد محمد زيد، وجواهم رتبت الابناء
قول لي بقى تعملها ازاي بقى. المفروض احمد ويجي قدامه ها امير مش عارف سمينا الثاني زيد سميناه زيد برضه خلاص كده ويجي بعد كده زيد في الاخر لا اكسل في عنده مشاكل كبيره جدا مش مشكلتي دي عشان زيد ياخدها في الاكسل في الحته دي هتلاقي مشاكل وتيجي بعد كده تخش في مين تلاقي زيد تحت يجي عبيد الله عبيد جه بعد مين بعد زيد يعني جينا بس على الابناء هتلاقي الابناء ايه ها هتلاقي احمد هتلاقي امير بعد كده زيد وبعد تحتيه معبيد مع انك ايه اللي رتب لي قال لك اه بس انت اديت اولويه للاسم لمين اسم عفاريت الاب ويمسك بقى كل اب شوف ابنائه ورتبهم صح شوف الابناء ورتبهم صح تمشي كده خلاص كده فلو انا جيت قلت ايه لو انا عايز الشيب كانتري كوما الشيب سيتي بقى معناها ايه بقى البلاد الاول وكل بلد بعد كده نرتب جواها الايه المناطق خدت بالك من الفكره لو جينا عملنا كده اكزكيوت طبعا ما عندناش منطقه مش هتفرق معانا ان هم كلهم كل بلد واخده منطقه فلقى ان فرنسا وبعد كده اسبانيا وبعد كده اليو كي طبعا للاسف ما عندناش في كل واحد اكتر من بلد بس ممكن نعملها يعني ممكن نشيل وير خلاص فريش معانا بقى يبقى كله بقى فالمفروض ان انا الاقي بقى ايه مثلا في الارجنتين مش عارف ايه فوينس مش عارف ايه وجراز في الارجنتين لا ده مش ارجنتين استراليا تقريبا صح او حاجه ثانيه في استراليا مثلا عايزين يكون منطقه فيها اكتر من حاجه بس اهو مثلا ايوه هتلاقي المنطقه دي جت الاول عشان دي بالجي وكده جت بالاس مع انك هتلاقي برلين واحده جت بالبي لو بمسك بالبلد وجوه البلد ينفذ الايه يرتب جواها فهمنا الفكره خلاص وممكن تيجي نقطه تبقى عامل ده انا عايز ده بقى اسندنج اما ده بقى انا عايزه ديسندنج والكلام اللي انت ايه اللي بيعقد الناس ده خلاص ده انا ده ما تعرفش تركز فيه انت فهمت الفكره خلاص ده كلام امتحانات اللي يسقط الناس فاهم ازاي انت بتقعد ترتب فيهم بعينيك دي لما تتشال ما تعرفش ترتبهم بس دي مش قضيتي لكن انا اقصد ان ده موجود متاح انك ترتب ده صعيد ودول ترنزول ودول جواه متصاعد بس هو كده هرتب دول الاول وجوه كل واحد من دول يرتب الباقي ايه جواه ويرتب الباقي كده يعني بيمشي بالطريقه الايه الهيكليه وبكده نكون خلصنا الجزء ده مع متبقي لينا احنا دخلنا في السيلكت خدنا البيزك ستيتمنت والريستريكتنج اند سورتنج داتا بس بقى لنا مين الاني والاول والاكزيست بس دول محتاجين مننا ان احنا نخش في موضوع الايه السب كويريز هنتناوله ان شاء الله